لا يريد أليكسي نافالني القبول بنتائج الانتخابات التي أظهرت خسارته، كما لا يريد رفاقه الاستسلام لهذه النتيجة. لذلك دعا نافالني إلى تنظيم احتجاجات في حال عدم تنظيم جولة انتخابية ثانية. في حال عدم حدوث ذلك، فسنقوم بجمع ونشر المزيد من الأدلة التي تؤكد وقوع التزوير، وندعو المواطنين في موسكو إلى النزول إلى الشوارع والاحتجاج على انتهاكات السلطات الصارخة للانتخابات. إلا أنه من غير المرجح تنظيم جولة انتخابية ثانية نظراً للدعم السياسي الكبير الذي يتلقاه خصمه المقرب من الكرملين سيرغي سوبيانين، الذي حصل وفق النتائج الكاملة على أكثر من 51%، وحصد الناشط الحقوقي نافالني على أكثر من 27% من الأصوات. وتعتبر هذه النتيجة مفاجأة مذهلة للمعارضة وصدمة للكرملين الذي لم يتخيل نتيجة بهذا الشكل. تشهد العديد من المناطق الريفية